دور النهائي الوطن العربي تابعوا باهتمام سواء النقل المباشر لمختلف المباريات اللي أمنتها التلفزة التونسية وكذلك الملخصات اليومية. فمباشرة تشكيلة الفريقين اللي تشلعبوا هذا الدور النهائي إذن أمامكم تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، الفريق المنظم في حراسة المرمى شكري الواعر، حكيم النويرة رقم ثلاثة، كانت ماليتولي المهاجم الخطير لفريق الترجي الرياضي التونسي رقم أربعة، علي بن ناجي رقم ستة وهو من الهدافين بهذه البطولة عنده ثلاثة أهداف ربما يفوز بلقب هداف البطولة، طارق ثابت رقم سبعة، منذر بواب ثمانية، عيادي الحمروني رقم عشرة، نبيل معلول 12، 15 خالد بن يحيى قائد الفريق، ومحمد علي المحجوبي 20، ثم سراج الدين الشيحي رقم 13. الاحتياطيون شهاب زرق العيون كحارس مرمى احتياطي، محسن لحمدي وهو لاعب مهاجم قائد الاحتياطيين اليوم رقم 14، نور الدين بوسلينه مدافع رقم 2، معز الشافعي مدافع ايمن كنت شاهدته في بعض المباريات، وحسن الجابسي وهو كذلك مهاجم. بالنسبه للمحقق البحريني هذا الفريق الذي فاجأ كل المتابعين هذه البطوله في حراس المرمى الحارس الممتاز حمود سلطان المردود نتاعو كان ممتاز جدا، عدنان علي ذي في احمر رقم خمسه وهو مدافع، ابراهيم عبد الله رقم ثلاثه، كان ابراهيم عبد الله زايد، الراشد جاسم العليوي، ابراهيم زايد وعلي بن ناجي وطارق ثابت قوية جانبية أول محاولة. حمروني نبيل معلول الحمروني توزيعة وبالراس من محمد علي المحجوبي جانبية. سبعة دقائق لعب الشوط الأول والنتيجة دائما التعادل بدون أهداف بين الفريقين، هذه الإعادة يتوغل ويوزع وترجع تمشي لحكيم النويرة، حكيم النويرة يحاول يتوغل على الجهة اليسرى ويوزع، حكيم النويرة ترجع من الحارس وتصويبة نتاع محمد علي المحجوبي ترجع عن طريق حمود سلطان تجي أمام الحمروني وتضيع الكرة، هذه فرصة هدف تضيع على الترجي الرياضي التونسي بعد 8 دقائق لعب هذا الشوط الأول، تتفك من جديد يصير على الترجي الرياضي التونسي. الشيحي وزع الشيحي وحمود سلطان باهي من حمود سلطان تمشي لطرف ثابت يتعدى طرف ثابت ويخرج الكرة للشيحي، الشيحي يصوب وجانبي فرصة سانحة للتسجيل على الترجي الرياضي التونسي بالضبط تضيع على الشيحي. هاي الإعادة طارق ثابت التمريرة بتاعه ممتازة جدا لسراج الدين الشيحي من زاوية أخرى، تشاهدون اللقطة من زاوية أخرى، اقتراح آخر من الإخوان الفنيين، خروج طارق ثابت، طارق ثابت ويتمكن من افتكاك الكرة للحمروني، الحمروني سهلة في دين حمود سلطان، كانت مانيتولي كان موجود في موقع مناسب، هذا الحمروني كانت مانيتولي نبيل معلول يوزع وحمود سلطان، نور الدين بوسنينة يستعد للتصويب وفي دين الحارس حمود سلطان، محاولة من بعيد، محاولة تقريبا من 40 متر، نور الدين بوسنينة، حكيم النويرة، خروج فريق المحرق البحريني وخروج موفق للحارس حمود سلطان هو اللي أصبح الليبرو، بالطبع الفريق اللي يلعب خطة التسلل يلزم يعول على الحارس نتاعو اللي يقوم بالتغطية في حالة نجاح الفريق المقابل في تكسير خطة التسلل. هاي الإعادة شاهدوا جيدا لا وجود لتسلل عند انطلاق الكرة، شفتوا الموقع نتاع اللاعب نتاع الترجي الرياضي التونسي وخروج موفق للحارس حمود سلطان. تتنفذ المخالفة من الشيحي إلى كانت ماليتولي في اتجاه الحمروني فوق العارضة، بوسنينة من جديد، بوسنينة
سراج الدين الساحي، سراج الدين الساحي ذي على ما ماليكولي وتصويبة أمام سراج الدين الساحي، سراج الدين الساحي والتدخل الموفق من الدفاع ترجع نبيل معلول، نبيل معلول الشاحي يترك الحمروني، الحمروني فرصة كبيرة ياسر، سراج الدين الشاحي يترك الكرة والمدافع عدنان علي ذيف ما تمكنش من التقاط الكرة، وهي إعادة من زاوية أخرى، شاهدوا المدافع كيفاش تمر عليه الكرة وتصويبة قوية وعالية من حمروني من زاوية أخرى، خمسة لاعبين حمروني وبعيدة، عشرة دقائق لنهاية هذا الشوط الأول، يصوب ويسجل الهدف الأول، كانت ماليتولي يفتتح النتيجة لفريق الترجي الرياضي التونسي بعد 38 دقيقة لعب في الشوط الأول، هاي الإعادة منظر بواب وكنت ماليتولي يحضر ويصوب ويغلط المدافعين والحارس حمود سلطان، إعادة من زاوية أخرى، عمل ممتاز لمنظر بواب، تحضير الكرة من ماليتوني بالرجل اليمنى باتجاه الرجل اليسرى والتصويبة وافتتاح النتيجة بعد 38 دقيقة لعب، الهدف من زاوية أخرى، تصبح النتيجة هدف لصفر لفايد الترجي الرياضي التونسي أمام المحرك البحريني في هذا الدور النهائي، وجمهور الترجي الرياضي التونسي علي بن ناجي في اتجاه الحمروني أو ماليتولي، ماليتولي صاحب الهدف في توغل ويتحصل على ركنية، حكيم نويرة حمروني، حمروني ترجع لسراج الدين الشاحي، سراج الدين الشاحي يصوب وتدخل موفق من حمود سلطان، الشوط الأول في هذا الدور النهائي بين الترجي الرياضي التونسي منظم هذه البطولة العربية التاسعة للأندية البطلة والمحرق البحريني، والنتيجة هدف لصفر لفريق الترجي الرياضي التونسي، الهدف سجل في الدقيقة 38، محمد علي المحجوبي لليمين في اتجاه طارق ثابت، طارق ثابت يوزع على العرض، ممتازة المحاولة، محاولة ممتازة للمدافع الأيمن للترجي الرياضي التونسي طارق ثابت، كانت تمريرة محمد علي المحجوبي في مكانه وتصويبة متاعه العرض الأفقية، طارق ثابت سراج الدين الشاحي، نبيل معلول الشاحي، الشاحي سراج الدين الشاحي يستعد للتصويب يصوب والمحجوبي قوية جانبية، نبيل معلول في اتجاه كنت ماليتولي وخروج موافق مرة أخرى للحارس حمود سلطان، منظر بواب نبيل معلول، نبيل معلول يراوغ لاعب نبيل معلول، يتقدم نبيل معلول ويصوب الحارس حمود سلطان بذكاء كبير ياسر، طارق ثابت شاهد الحارس حمود سلطان متقدم وطارق ثابت يغلط الحارس حمود سلطان، شوفوا الإعادة، كنت نبيل معلول لليمين لا وجود للتسلل والحارس كان متقدم وطارق ثابت يرفع به الكرة، هدف جميل طارق ثابت، يضاعف النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي أمام المحرق البحريني في هذا الدور النهائي، والإعادة من زاوية أخرى
هناك شاهد الحارس المتقدم ارفع به الكره. شوف طلب الكره نتاعه عن مشاهد الكره عن نبيل معلول، طلب الكره نتاعه في الوقت المناسب وخرج. شاهد الحارس المتقدم ارفع به الكره والهدف الثاني لن نبيل معلول. نبيل معلول في اتجاه محمد علي المحجوبي، محمد علي المحجوبي، نبيل معلول يتلف الكره، تتعدل الكره، نبيل معلول اللي يخرج ما ياخذهاش الحمروني. هجوم منسق للترجي الرياضي التونسي. تفرع الحكم السوري سيد جمال شريف. خلايا الترجي الرياضي التونسي بمختلف الجهات من قلعه فندوس من الدستور وغيرها حولوا اليوم خلال هذا الدور النهائي لمساندة فريق الترجي الرياضي التونسي ولمصافحة كذلك المحرك البحريني، هذا الفريق الطيب والممتاز اللي ترك حسب الانطباعات هذه البطولة العربية التاسعة للأندية البطلة. وذكر بأن المحرك البحريني كان آخر من وصل إلى تونس قبل انطلاق هذه البطولة العربية، وفاجأ الجميع رغم قدومه المتأخر، تمكن من الحصول على المرتبة الثانية للمجموعة الأولى اللي كانت تصدرها الترجي الرياضي التونسي، وتمكن من الترشح في دور النصف النهائي على وداد تلمسان الجزائر نتيجة 3-2، 3 أهداف لهدفين. المخالفة اللي فيها الترجي الرياضي التونسي والحمروني نبيل معلول في اتجاه علي بن ناجي، والمدافع خالد عبد الله مطوع هو اللي يلمس الكرة عن طريق ابراهيم عيسى احمد. محمد علي المحجوبي، نبيل معلول، نبيل معلول في اتجاه طارق ثابت، طارق ثابت من جديد، والهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق طارق ثابت. طارق ثابت المدافع الايمن للترجي الرياضي التونسي بعد 34 دقيقة لعب في الشوط الثاني. يسجل الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي. شاهدوا الإعادة و فتك الكرة من عدنان علي ذيف المدافع ورفع الكرة من جديد بالحارس حمود سلطان. اندفاع بدني قوي ياسر للمدافع الأيمن للترجي الرياضي التونسي اللي يسجل الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي في هذا الدور النهائي، والهدف الثاني بالنسبة ليه مع تذكير ما انه كان سجل هدف في الدور الاول. ويلتحق بالمجموعه نتاع اللاعبين اللي عندهم 3 أهداف في رصيدهم. محمد علي المحجوبي، محمد علي المحجوبي في اليمين، نبيل معلول، نبيل معلول يراوغ ويرفع كره في دين الحارس حمود سلطان. منذر بواب، ماليتولي، ماليتولي يمر ويصوب قوية وفوق مرمى حمود سلطان. رئيس الترجي الرياضي التونسي سيد سيد شبوب والشخصيات بالمعلول الحمروني يوزعه بالراس الجانبية بيسمى ضد اللعب هذا وشكري الوعر. 0 ماليتولي في الدقيقة 38 افتتح النتيجة، ثم طارق ثابت في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، ثم في الدقيقة 34 من نفس الشوط الثاني يسجل الهدف الثاني والثالث للترجي الرياضي التونسي. والترجي الرياضي التونسي منظم هذه الدورة العربية التاسعة للأندية البطلة يحرز إذا على أول كأس عربية للأندية البطلة. فهنيئا للترجي الرياضي التونسي وهنيئا لكرة القدم التونسية بهذا التتويج الجديد. من الشوط الاول لنور الدين بوسنينة، هذا رئيس النادي سيسيم شيبو بيرفع بدوره الكاس. خالد بن يحيى يرفع هذه الكاس العربيه للانديه البطله ليحرز عليها الترجي الرياضي التونسي. سيد عمرو البحري مسؤول بالترجي الرياضي التونسي، علي بن ناجي وكل لاعبي الترجي الرياضي التونسي. شكري الواعر حارس الترجي اللي لم يقبل اي هدف في هذه البطوله العربيه التاسعه للانديه البطله.
ونبيل معلول اللي احرز على لقب احسن لاعب كأسه في يده صغيرة احسن لاعب والميدالية الذهبية والكأس. هذا طارق ثابت احسن هداف هذه البطولة، المدافع الايمن للترجي الرياضي التونسي. محمد علي المحجوبي اللي عز صفوف الترجي الرياضي التونسي في اول مناسبة في هذه البطولة العربية، يرفع بدوره هذه الكأس ثم يسلمها الى المنذر بواب. إذا لقب جديد لكرة قدم التونسية. سراج الدين الشيحي أحمدي اللي شارك في لقاء واحد في هذه البطولة العربية أمام هلال بورت السودان. كانت مانيتوني صاحب الهدف الأول في هذا الدور النهائي. ثم معز الشافعي كذلك شارك في لقاء هلال بورت السودان. نور الدين بوسلينة صار هذايا نتاع خدمه ونتاع كد ونتاع تضحيه، وانا فرحان برشا للفريق وللمدرب. شو تقول للجمهور بعد الانتصار هذايا؟ قول له هذا انتصار، ان شاء الله تليه انتصارات اخرى مادام هو الى جانبنا ومادام مساندنا في السراء وفي الضراء. لابد معناها لابد نتائج تجي، ما ثماش فماش داعي باش تغيب النتائج. شعوري انا كيما شعور مع الجمهور الكل، كيما شعور المسؤولين الكل، كيما هذا خدمنا مدة طويلة باش تحصلنا على الكأس هذه، ما جاتش من طريق الصدفة، ما جاتش معناتها جات معناتها بالعمل الجدي المتجامع من طرف الناس الكل. كان واكبر فرحتي كونه الناس كل تخرج فرحانه.